تصوروا مياه آسنة خضراء ماكو أمام إدارة المدرسة، يم أمام إدارة المدرسة. شو يسوي المدير؟ الرجال شو المدير عنده مكائن، عنده فرش شغلات ما تقدر يسويها. ثانيا هذه المدرسة اللي أنا واقف بيها، واحد يحشي حقيقة مالت الله أنه أربع مدارس في مدرسة واحدة. صح ضافوا لها بعض الكرفانات، لكن هذا لا يجدي، هذا لا ينفع، ما ينفع. هذا طلاب مالنا، أولادنا نخاف عليهم، المدرسة مستهلكة نهائيا. يعني نتمنى من المسؤول أن يجورها، وأنا قابلة واحد من الناس أعرف شلون أتكلم وياها. يعني إحنا هم نخاف على أطفالنا وعلى أولادنا بالمدارس. من يصير مطر المدرسة تفيض، من يصير مياه آسنة كثيرة المدرسة تفيض. زين وين المسؤول؟ وين الأمانة؟ وين القسم اللي قسمه أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الدولة وأمام الناس كلها، وقال أنا راح أتحمل مسؤولية هذه الوزارة؟ زين هاي الوزارة إذا هو ما يدري بالوضع شنو العام، يعني تصور أنه بعض الطلاب يجون إذا ما أتوا مكانات يجون يدرسون بالإدارة، يم مدير المدرسة ويم المعاون في بالصفوف مالهم. هذه الأمور اللي نعيشها، وهاي المدارس واحدة منهن بصراحة متأسس سنة 1975 والثانية 1990 والثالثة 2018. شطروها هاي مدرسة الهمام، شطروها من مدرسة البقاع لأن لكثرة الأطفال. يعني أربع مدارس جاي يدامون هنا، زين وتعبان المدرسة وناقع معي كهرباء أكثر من مرة، يعني أنا أجي أشتغل لهم يعني تعبانة تنتن. بالشتاء يجون يخابروني ألقى هكذا كهرباء بيها تنتهي. زين بالأمطرة الدنيا طلابنا ما يدامون، بالماء يأمنون عليهم يطبون بالمدرسة، المدرسة تكتل. يعني سواء الخالدين سواء حمرابي والكرامة وكل ذني المدارس ماكو، بالمطر يقعدون ما يدامون. حتى الصحيات مالتها مو مضبوطة، يعني الطفل يروح يجي لأهله يقضي حاجة. المياه الآسنة بسبب الواقع يعني الجغرافية، البنية الجغرافية للأرض صارت أرض منخفضة، يعني مستوى الأرض المحيطة بالمدرسة أعلى من مستواها، فأدى إلى خروج المياه الجوفية. حاولنا نعالج المشكلة بأي طريقة كانت ما قدرنا، خاصة في موسم سقوط الأمطار هسه الحمد لله، يعني لأنه الدنيا الصيف والجو حار فالمياه قليلة رغم تواجد هذه المياه الموجودة. كثرت النزاعات العشائرية بدليل على أنها وجود قوة عسكرية هسه حاليا موجودة ضمن الواقع جار داخل المدرسة نفسها. هي هذا إذا تقدرون هسه تطلعون برا وتشوفونها موجودة، سيارات عسكرية والقوة العسكرية موجودة هنا للحد من النزاعات العشائرية المحيطة بالمدرسة نفسها. زين مخاطر الأولياء الأمر على أبنائهم، على تلميذاتهم، على تلاميذهم أنهم يجون المدرسة بحالة أنه وجود رمي طاقة عيارات نارية، أنه الطلاب يحتاج يظلون يتباكشون داخل الصفوف، قسم عندهم أولياءهم يجون يأخذونهم وقسم اللي يشردون بالطريق منا ومنا. ناهيك عن عدم وجود أي مدرسة ضمن الواقع الجغرافي اللي يشطر المنطقة إلى قسمين. قسمين هذه الواقع النهر، نهر خصمنا نهر خلط ويهر موجود من البصخير السد نشط القرمه، يعني جسر شط القرمه المقابل جامعه البصره، عدم وجود اي مدرسه. فيذكرون الطلاب صغار السن الاول ابتدائي الثاني ابتدائي وغيرها لحد السادس ابتدائي يجي مشي من جسر شط القرمه الى ان يوصل لهذه المدرسه، واذا صار الرمي اطلاق عيارات ناريه لهذه مشكله. ناهيك انه يجي هنا ما مأمن على انه يا ساعه انه ممكن انه يصير حادث قدر لا سمح الله على ابنهم داخل المدرسه.